السلام عليكم كبيدات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا جبنا لكم اليوم القفاطن جديد، شي حاجه واعره بزاف البنات. ها نتوما كيف ما كتشوفوا القفطان هذا، ها نتوما نزيد لكم باش يبان. رشمه هنايا فيها مرشوشه بالسبورات وتا في الكميمات كما كتشوفوا، وجاي السفيفه حتى لتحت. هانتوما كيف ما كتشوفوا، عندنا بزاف د اللوان البنات، وعندنا العدد منهم ماشي غير واحد. واللي بغات شي حاجه ما عليها غير تواصل معنا في انستغرام ولا في واتساب، كنجاوبوا كل شيء. النمره غنخليوها لكم لتحت في الديسكريبسيون، وهي والانستغرام اللي بغات شي حاجه تواصل معنا. كما كتشوفوا البنات، بغيت نوريه لكم كي كيجي في الطول. ها نتوما راه جاي فلوش من التحت، حتى شويه الكاميرا. ها نتوما كما كتشوفوا هانتوما راه كاينه رشمه في الدار، شتوها جايه على شكل في الدار. السلام عليكم، رجعت لكم سكينه بهذا اللوك هذا، نفس اللون الاولي دارت لكم، ودابا كتوري لكم في الموف كما كتشوفوا. جاي واعره البنات، شوفوا 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 كي جاي، جاي كيحمق. شوفوا لا موف كي جاي، جاي واعر. شوفوا الخدمه، قفطان ايفا زيكلوش بالثوب مبرا ورباطي صقلي. هاكا عارفين دابا مور العيد ان شاء الله يكون مناسبات، واللي بغات شي حاجه مرحبا بها، والف مرحبا عند اختكم اسيا دائما الجديد. كما كتشوفوا البنات، توريكم سكينه كما كتشوفوا القفطان شكي جاي مزيان باين هنا واضح. كتشوفوا شوفوا، نقربوا لكم مزيان الموديل، شوفوا باش مخدوم. نتمنى البنات يعجبكم، وعندنا فيه اللوان، ومرحبا بكم والف مرحبا. البنات رجعت لكم سكينه باللون غزاله البنات، شوفوا على اللون كيحمق كي كتشوفوا، في لكم مزيان جاي غزاله البنات كي كتشوفوا. كنشوف هذا اللوين هذا جاي بحال بيستاج بارده البنات، ومع الذهبي جاي واعره البنات كما كتشوفوا، شي حاجه واعره اللي كتحمق البنات. شوفوا كنتمنى البنات يعجبكم، اللي عجبتها مرحبا والف مرحبا. والثمن الثمن اللي جد مناسب، قفطان غزال بالذهبي صقلي البنات ب 900 درهم فقط. اللي بغات مرحبا بها، عندنا فيهم جميع الالوان البنات. كيف ما كتشوفوا جبنا لكم الكري البنات، شوفوا شوفوا كي جاي، جاي كيحمق. شوفوا شوفوا كي جاي البنات واعر، جاي غزال البنات، وجايه في صاله ديال واعره ايفاز. دي شي حاجه كلوش، وري الكلوش سكينه فيه كما كتشوفوا، الكلوش كي جاي جاي واعره البنات كيف ما كتشوفوا. سدوا شويه الباب البنات على الصوت ديال الزنقه، دابا مزيان كما كتشوفوا. هذا هو القفطان ديالنا، وفيهم جميع الالوان البنات كما قلت لكم، جميع الالوان عندنا البنات كما كتشوفوا. ومرحبا بكم والف مرحبا، لي دائما خصكم اسيا كتنوعكم بالجديد، ودائما الجديد يا كسكينه دائما شي حاجه طوب دو طوب البنات. درنا لكم سكينه لبست لكم اليوم دره كما كتشوفوا، مع القفاطن كاين اللي كيلبس بزاف الدره، قليل اللي كيلبس، قليل اللي كيمشي بالشعر. المهم حنا درنا لكم هذا اللوك هذا ديال الدره، ولا عجبكم خليونا كومونتير زوين البنات. كيف ما كتشوفوا البنات، عندنا هنا اللوان ديال هادو. كيف ما كتشوفوا عندنا الموف ما تصورناش بيه، وعندنا البنات هذا اللون هذا. شوفي الناس سكينه هذا اللون هذا، تصورات به سكينه، وعندنا هذا الغامق ديالو كتشوفوا، بينوا لكم حاجه بحاجه باش يبان. كما كتشوفوا هذه الكرونه الغامقه، ورينا اللون اخر سكينه،
اللي ما تصورتيش به، اللي تصورتي به راه باين. وعندنا هذا اللون هذا عاوتاني كتشوفوا ايفازي حتى هو موديل اخر، شكل اخر عندنا فيه اللوان. هذا ان شاء الله غدا ان شاء الله باذن الله ندير لكم به فيديو ان شاء الله باذن الله. مهم كاين عندنا جميع الالوان كما كتشوفوا، جميع الالوان واللوينات ديالهم هما هادو، كيتختلفوا غير الشكل ديال الزوقه. لما تشوفوا البلوغوا كيجي واعر. وعندنا نيت كذلك سد الحوته، اللي بغى الحوته مرحبا به. وايفازي كاين، كلشي كاين عند اختكم اسيا، ومرحبا بكم كيف ما العاده دائما الجديد مع اختكم اسيا. ومرحبا بكم والف مرحبا، فيديو جديد ان شاء الله غدا ان شاء الله باذن الله. يا كسكينه يلا خليتكم على خير.